بسم الله الرحمن الرحيم. بمناسبة إحياء الشهيد ديدوش مراد قدمنا في معرض الصناعة التقليدية للنحاس، حب نوجه ميساج للسلطات العليا يشوفوا معنا بعين الاعتبار. حنا كحرفيين حنا قاعدين نحيو في التراث، نحيو في الاقتصاد، حابين نديروا حاجة مليحة في حابين نحيو جيل خلاف من هذا الصناعة التقليدية هذه، باسكو العالم غزانا بالتكنولوجيا، حابين نقدموا حاجه اللي تشرف صح التراث هذا. نطلبوا من السلطات تشوف معنا بين الاعتبار، نحوسوا على محل ابسط حاجه، نحوسوا على محل البرك وين نصنعوا الصناعه تاعنا هذه، وين نخدموا الخدمه تاعنا هذه. حنا رانا محل ما كانش، وين نخدموها ما كانش. ان شاء الله يشوفوا معنا هذا وش راح نديروا.